وي اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفلوق ديال اليوم الاخوان، يعني جينا هنايا لاداروش. اه مازال شي كرموس تما ياك. المهم الاخوان، يعني جينا نشوفوا هنايا يعني البير تاش السار حيط لينا، قال لك ديال المرا ما بقاش بالنسبه للغنم، يعني ما بقى لها ما تشرب. فهاد الاثناء هذه الشتا تطيح صراحه، يعني ما كنتش بغيت نصور، ولكن قلت منين نتوما عائلتي الحمد لله، حبابنا وصحابنا تتبغيو لنا الخير. تحياتي لجميع الاخوان، انا بغيت نشارك معكم هذا المنشور. هنا جينا تناكلو شويه ديال الكرميسات، المهم الاخوان كما قلت لكم جينا نشوفو على حساب البير. كاين المفاجأة هي هادي، غادي تشوفوها معايا. هنا جارين تيو باش نبطوه للساريج، هنا الساريج هو هذا. بالنسبة للناس المتتبعين راه ديجا شافوا الغنم تتشرب في هاد الساريج، تحياتي ليهم وتحياتي للجميع. المهم البير الاخوان هو هذا، يعني الصراحة هابط بزاف، والله يدير الخير، الله يكتب مكاتبات الخير. نتوما شتو ني داكشي تيهبط قليل، كاين الغار هنايا، الله يدير الخير. هذا ما نقولو، يعني الشيوة تطيح، درقنا شوية وكلينا شوية ديال الكريميسات والحمد لله. البلادية ديال الإخوان، بالنسبة للناس اللي كانوا متابعينا يعني في شهر 12 وشهر 1، راه كنت داير الحطة هنا، يعني راه صورنا معاهم الغنم، صورنا الخرفان. اللهم يسر الخرفان هما اللي كاينين دابا في الجبل، خليناهم في ابري في الجبل، والغنم هبطنا لهنا لدارش. بالنسبه للعشر كاين شويه، كاين ميتكل، كاين شويه ديال الغابه، كاين شويه ديال الضرو، كاين شويه ديال المهم، يعني الحمد لله العشر كاين شويه ميتكل، ولكن المشكل كاين هو ديال الماء. اللهم يسر الاخوان، تحياتي لكم ومرحبا بكم. استاهلوا كلشي كريميسات صراحه، هذيك كرموسه يعني قديمه هنايا. هنا في هاد البلاصه كانت عوينه قديمه هنايا، هنا في كانت العين القديمه ياك، هنا في كانت العين، كانت العين هنا، كانت العين هي حتى في بلاصه البير كانت العين، كانت واحد العين هي، هذا كله كان فيه عيون، هذا الجرف هذا كان كامل عيون. هنا الاخوان، انا اول عام نكري هاد البلاد هادي، ما سبحان الله. هذاك هو الغار منين كانت تجي الماء. انا خويا فاش حفرنا ذاك البير تقطع الماء على هنا، فاش حفرتو البير تقطع هنا الماء، الماء واقيلا كيجي لها مليح. ها ما جاي لها مليح، كان تيجيها من ديك الجهه، من ذاك البير كان تيجي. كانت العين هنا، كانت هاد الشعبه فيها كلها كتهرب، كانت كتجري بالماء. ها هي مات الخير. الله يرحمنا. ها تدير ليه السدره باش ما تشربش الغنم الماء، هذاك الماء فيه العلقة. ها اللي فيه العلق، دابا العلقة فينا هي راه مطلوبة، ها تيديرو بها الحجامة سيدي. على هو هذا هنا، هذا هنا، راه حفرت فيه هنا، حفرتيه وما طلعش الماء، طلع ولا يعني ما كاينش الكافي هنا. دابا هادشي كله كان واحد الخيط الماء كيمشي من هنا ديما، رافع لا لا باين لاطر ديالو.
المهم الإخوان، يعني الحمد لله على كل حال، قضاء الله وقدره، هادشي اللي عطى الله داز العنقاص ما عندنا ما نديرو، ونتمنوا الله العام الجاي إن شاء الله نطلبوا من الله التيسير. يعني بشرة خير، يعني الحمد لله في هذا الوقت هذه كاين هذا الرعد قاصحة شوية، ولكن بعدا في بلايص خرين اللي غادي ينفعو. كيما شفتو راه دابا الاخوان، يعني راه الريحه ديال التراب عاطيه تبارك الله، يعني بزقات شويه الارض هنا في هاد البلاصه ديال الاخوان اللي كنت داير الحطانه، كنت في هذيك البلاصه اللي وريتكم، وهادي هنا كنا دايرين جوج ديال الحطات. المهم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفلوغ، والله يدير الخير. هذا ما نقول، يعني فلوغ اليوم على حساب قلة ديال الماء، يعني الغنم خصنا ضروري نسقيو ليها كيما شفتو الفيديو اللي حطيت قبل من هذا. يعني الغنم كنا هذيك ديال الخويل تيسقي لها هو غير النواحي ديال الازرو، يعني البير عنده فيه الماء، ماشي نقولوا ما بقاش فيه الماء نهائيا، ولكن تيعاون شويه. هذاك الماء اللي كان تيعمر منه داك هذاك ماشي بير، هذاك الماء ديال لونيب، كاين تما الماء ديال لونيب كان تيعمر منه. اللهم يسر الاخوان، تحياتي للجميع ان شاء الله. مازال ان شاء الله نحضر لكم دي فلوغ على حساب هاد البلاد، مازال ان شاء الله يعني الغنم ان شاء الله غادي نصورها لكم. دابا غير ما كاين الجبال، الغنم دابا طلعات سارحه في الجبال، اللهم يسر. إذا إن شاء الله غادي نصوركم، وتحياتي لكم الإخوان. اللهم يسر صراحة، ما كاين بعض المتتبعين تيعجبهم مناظر بحال هكا، ونصورو لهم غير الطبيعة، نصورو لهم بحال هكا، ولكن ما خصناش نطولو شوية، تاني نخليو شوية تاني مرة أخرى إن شاء الله.